السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايلكم بفيديو جديد، والفيديو هو عبارة عن جولة في شقتي. لو لسه ما اشتركتيش في القناة تفضلي اشتركي في القناة واعملي لايك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعالوا بقى معايا انا هوريكم جولة كده في شقتي الصغيرة. حابة اوريها لكم كده واوريكم انا منسقاها ازاي، او على قد ما بقدر بحاول انسقها ازاي. تعالوا بقى معايا. بصوا، اول حاجة كده انا هنا كده هو واقفة عند باب الشقة، ده باب الشقة اهو، تمام. انا هنا اول ما بدخل بيبقى فيه زي طرقة صغيرة كده، انا هوريها لكم. بصوا دي كده طرقة صغيرة بتبقى اول ما بدخل من باب الشقة، الطرقة دي يعتبر واخد الشقة كلها. بصوا يعني هنا المطبخ، هنا الحمام، هنا الأوضة أوضة النوم، وهنا الصالة. بصوا كده، دي هنا كده الصالة، واللي هناك دي كده الفتحة اللي هناك دي أوضة الأطفال. تعالوا كده أبدأ معاكم وأوريكم إيه من أول المطبخ. بصوا مطبخي كده وأنا داخلاه، تمام. بص هو صغير صغير جدا. انا عامله فيه المطبخ ده، المطبخ ده هو عرضه 140. بص اهو، بص بصراحه انا ما بحبش ايه الحاجات الزياده والديكورات الزياده والحاجات دي، فبحاول ان انا ايه على قد ما اقدر احط بس حاجات بسيطه. انا هنا بص حاطه الديكور ده، بس هنا حاطه بتاعه التوابل، تمام. والمايكرويف جنب المايكرويف، انا حاطه الشاله اللي فيها المجات دي، وجنبها على طول ايه الكاتل. عندي هنا كده جنب المطبخ بصوا مكان كده صغير انا حاطه فيه الباسكت، تمام. وبعد كده جنبه على طول البوتاجاز. بصوا اهو فوقيه على طول انا عامله شباك، مدخله الشباك، حاطه في الشباك شفاط مدخله جوه الشباك طبعا عشان انتوا شايفين ايه المساحه صغيره. وهنا كده محطوط السخان، تمام. فوق البوتاجاز برضو انا مستغليه بقى ايه، عامله الستاند بتاع المناديل ده، وعليه الحاجات التوزيع والحاجات بقى، المضرب والمعالق والحاجات اللي انا بستخدمها. وهنا بصوا عامله ايه برضو، دول كبار على الشيالتين، فاللي هو بحسهم بياخدوا ايه، بيبقوا تقال وبياخدوا مكان، فعشان كده انا حطاهم هنا، تمام. هنا جنب البوتاجاز انا عندي انبوبة، الانبوبة اهي، تمام. حط عليها دي الرخامة دي كنت المقصوصة من البصل اللي مقصوصة من الحوض، فانا حطاها كده. كنت بحط عليها الاول جيرك المواعين بتاع صابون المواعين، بحط صواني زي كده، بس بقيت الصواني التانية انا شايلها يعني. بصوا هنا بقى، بصوا الحتة دي معمولة كده فوق الحوض، دي فيها مطبقية. بصوا فيها مطبقية، وهنا دي ضرفة فيها الشاي والسكر والبن والحاجات دي. بصوا بصوا انا هنا تحت الحوض عامله الستاره اللي انتوا شايفينها دي، ومستغليه بقى المكان تحت الحوض، حاطه بقى هنا التربو. بصوا التربو جنبه الجيركن بتاع الصابون المواعين، وهنا عامله انا هحاول اجيب لكم بس عشان الاضاءه. بصوا هنا عامله تربو كده، حاطه فيه الكوتشيات والجزم اللي هي الحاجات ايه البسيطه يعني. بس ده كده ايه كان المطبخ. هو المطبخ على فكرة مساحته مش كبيرة، انا للأسف مش عارفة يعني الحاجة بالمساحات، مش عارفة، ما بعرفش في المساحات قوي. بصوا هنا انا مستغلية فوق المطبخ حاطة ايه الشواية، ورق الزبدة، بقية المناديل كده يعني. ما وهنا مش حاطة حاجة يعني، انا اصلا ما بحبش. بصوا فاضي ازاي، انا هنا بص هنا هنا بعلق الفوطة، بس انا غسلاها ولسه محطيتش واحدة تانية.
ده كده كان المطبخ، جنبه على طول على طول الحمام. بص انا هنا عشان المساحة صغيرة انا عاملة الباب الاكورديون ده عشان ما ياخدش مساحة. تمام، بصوا اهو الحمام. ايه عايزة اقول لكم، التوضيب ده اصلا انا موضباه من حوالي 8 سنين. تمام، فاللي هو ايه برضو مش زي التوضيب بتاع دلوقتي، وانا بصراحة مش عايزة اوضب حاجة دلوقتي، يعني انا مش عايزة اوضب، انا يعني مستنية كده ربنا ان شاء الله يكرمني وانقل على شقة اوسع. فمش حاطة في دماغي ان انا اوضب حاجة في الشقة، يعني انا الحمد لله عاملة فيها حاجات اما جيت اقعد فيها يعني اول ما خدتها، فاللي هو مش عايزة ايه اعمل حاجة تاني. عايزة اقول لكم، بصوا الصرف ده صرف الغسالة. بصوا صرف الغسالة، بص جاي منين اهو. انا لما جيت بعمل السباكه نسيت خالص صرف الغساله ده، يعني اصلا دي غساله اللي هي الفوق اوتوماتيك. عايزه اقول لكم ان انا نسيت خالص 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 ان انا اعمله. فللاسف بعد ما جبت العفش بتاعي وجبت نقلت بقى الحاجه اكتشفنا الموضوع ده، فاضطرينا ان احنا نعمله من بره كده، انما انا عامله كل السباكه بتاعتي من جوه السيراميك. بصوا دي كده بقى الطرقه، بصوا اهي كده دي الطرقه. بصوا هنا من المطبخ، انا واقفه في المطبخ. تمام اهي انا حاطه فيها. انا طبعا نفسي، بص يعني امنيه حياتي ان انا اجيب جزامه، ومفروض ان ده مكانها، يعني المفروض ان مكان الغساله ده هو مكان الجزامه. فانا للاسف مش عارفه اجيب جزامه، لاني انا ما بحبش ان انا اجيب مثلا المطبخ زي ما انتم شايفين ما فيهوش مكان، الصاله مش حابه ان انا ازود حاجه فيها. عندي دي بقى اوضه النوم، بص انا اول ما بدخل برضو انا عامله لها الباب الاكورديون ده برضو عشان المساحه، لان هو لو اتفتح، يعني انا عندي باب الحمام لو اتفتح هيبقى واخد مساحه جامده، وهنا برضو لو اتفتح اصلا مش هيتفتح للاخر عشان الدولاب. بص الدولاب فين، فانا عندي بقى هنا كده مساحه جنب الدولاب، دي اللي انا حاطه فيها المكنسه. وبصوا وعامله كمان، يعني انا كان عندي شماعه استغنيت عنها اللي هي الشماعه بتاعت الاوض دي، فانا استغنيت عنها عشان المكان كان ضايق عليها، فاضطريت ان انا ايه اعمل العليقه دي كده في الحيطه، واعلق بقى عليها ايه لو اي حاجه انا عايزه اعلقها. وحاطه بقى هنا ايه كده المكنسه، ده هنا بقى كده الدولاب. عايزه اقول لكم بصوا واخد بقيه الحيطه بقى كلها، بصوا هوريهولكم اهو. بصوا هو واخد بصوا الحيطه كلها، زي ما قلت لكم بصوا انا اصلا ما بحبش احط حاجه فوق، يعني يعتبر الدولاب الوحيد اللي حاطه حاجه فوقيه هو دولاب اوضه الاطفال. بصوا هنا ده كده كرسي التسريحه، ما فيهوش مكان، ما فيش مكان طبعا يتحط قدام التسريحه، هوريكم المكان قدام التسريحه عامل ازاي. وده الشباك بتاع الاوضه. تمام، وادي السرير. بصوا عندي المساحه اللي جنب السرير، هي مساحه حوالي تقريبا مش عارفه 80 سنتي تقريبا او متر، بس هي على ما اعتقد 80 سنتي. يعني عندي بقى بصوا اللي مبوخ الشقه واللي بجد يعني مضايقني في حاجات كتير مش عارفه اعملها، هي العواميد دي. شايفين ده كده عمود ازاي، وده كده برضو عمود تاني، ده مضيق لي الدنيا. هو ده بصوا يعني مخلي لي بصوا المكان هنا، بصوا الكومودينو يعني بصوا لازق في السرير على طول. بصوا عامل ازاي الناحية التانية دي برضو. بصوا حتى باسكت الغسيل انا حاطاه بصوا في تسريحة من جوه، اهو المنظر. انا ما بحبش الكركبة بصراحة كتير، عشان كده ما بتلاقوني مش حاطة حاجات كتير، يعني انا حتى بصوا على التسريحة مش حابه اللي يبقى فيه حاجات من فوق كتير، يعني فعشان كده شايله كل حاجه في الدروك. بصوا دي الحيطه اللي فيها التسريحه، يعني اصلا حيطه كامله للتسريحه بس، والباب معاها اهي. دي كده كانت اوضه النوم، اوضه النوم برضو زي ما انا قلت لكم هي داخله ايه من الطرقه. بصوا بقى دي هنا كده ايه معايا الصاله. بصوا انا هنا عندي من اول هنا
انا الصاله دي عندي اول ما خدت الشقه ما كانتش كده بصراحه خالص، لان انا غيرت حاجات في هنا. هقول لكم انا عملت ايه دلوقتي. فانا كان عندي اصلا انتري تاني ومكتبه، وجي عملت الركنه دي عشان المساحه دي. يعني انا كان عندي الصاله هنا يعني واسعه شويه، هوريكم كانت الصاله عندي لغايه فين. بصوا انا هنا حاطه الثلاجه مع الصاله. بصوا في الانتريه، في الركنه قصدي، في الصاله، تمام. بصوا حطها هنا اهو في الصاله. هي طبعا مضايقاني جدا وحاجه رخمه جدا، يعني انا بجد اكتر حاجه بتضايقني في الصاله، مع اني عندي مفيش كركبه خالص في الصاله. بصوا عندي مفيش اي حاجه، ولولا هي ان انا حتى مش عارفه اعمل ايه. ترابيزه كده تحت الشاشه تبقى واخده الحيطه كلها اللي تحت الشاشه، بسبب طبعا البفين دول. فاضطريت ان انا اجيب ايه الترابيزه الصغيره دي. انا ساعات ببقى حطاها هنا في النص كده قدام الركنه، تمام، وساعات ايه بجيبها على جنب كده، عشان طبعا انا عندي ايه اطفال، فبيبقوا رايحين جايين بيلعبوا كده، فاللي هو ايه يعني عشان يبقوا براحتهم، فبضطر ان انا اجيبها ايه على جنب كده. عايزه اقول لكم انا اصلا لسه مغيره الاضاءه. الاضاءه البيضه دي انا اول مره احطها في حياتي في الشقه. انا بحب الاضاءه الحمراء اللي هي اللومد اللي بتدي نور اصفر، الاضاءه الصفراء اسفه. اول مره احط، بس هي بوظت عندي الاضاءه التانية دي، بوظت عندي النجفه، فاضطرينا نقلب النور وعملنا بقى النور اللي هو الابيض ده، تمام. انا لما جيت اعمل الركنه غيرت، جبت برضو غيرت النجف معاها، فجبت النجفه الهاديه دي حاجه سيمبل كده. برضو كان عندي الستاره اللي هي البلتكانه الكبيره قوي دي، كانت معقداني اصلا في حياتي. فلما جيت اعمل برضو، بصوا عملت الستاره السيمبل قوي دي، اللي هو بصوا اصلا ما فيهاش اي حاجه خالص. ودي الركنه دي عملتها. هقول لكم بقى ايه اللي كان في الصاله الاول. انا الصاله عندي الاول كانت لغايه العمود اللي انتوا شايفينه ده، شايفين العمود ده، الصاله كانت بعديه على طول لغايه بعد العمود ده على طول. كان كل دي كده بقى صاله. كان عندي الانتريه، يعني كان الانتريه وحيطه كده كامله للمكتبه. انا بقى عملت ايه، انا عملت بنيت زي جزء كده بعديها حوالي متر ونص من بره كده، خدته من الشقة، تمام، وعملت بيه الأوضة دي. كملت قسمت بقى، يعني بصوا انا عندي كانت الصالة لغاية هنا كده، لغاية عند الشباك، اول الشباك، كل ده كده كان الصالة، كل ده كان الصالة. رحت انا بقى مكمله، ورحت قسمت، خدت بقى اللي انتوا ايه الحته اللي انتوا شايفينها دي، تمام اهو، وقفلت بقى عملت الحيطه دي. حتى انا عشان ما ضيقش بصراحه الدنيا اكتر، ما رضيتش ان انا اعمل باب هنا، وقلت اسيبها كده ايه عشان تبقى مديه واسعه، وما تب يعني واسعه وما تبقاش الاوضه ضيقه. فعملت بقى، بصوا عملت اوضه الاطفال دي، شايفين اوضه الاطفال دي، بصوا يا دوبك هما سريرين، سريرين متر، ودي تسريحه كده صغننه فيها 3 ادراج، البنات بيحطوا حاجتهم فيها، وانا بصراحه مستغليه الدرج الاخير ده، حاطه فيه الخيوط والابر والزراير، مش عارفه حاجه كده زياده، ان انا واخده درج وهما واخدين درجين، تمام. ودي هي الاوضه، بصوا سريرين متر. بصوا بقى العواميد اللي انا بكلمكم فيها، بصوا قافلين لي الدنيا، يعني واخدين لي، لولا العمودين دول كان زمان المساحه اللي ما بين السريرين دول اكتر من كده. يعني انا عندي المساحه دي 70، تمام، 70 سنتي تقريبا. كانت ممكن تبقى اوسع كمان من كده، ده اللي مخليني انا ما بقدرش قوي، اقدر يعني ما بقدرش اقعد في اوضه الاطفال، اللي هو بقى هم البنات بقى اللي بيقعدوا فيها بيلعبوا فيها، تمام. بصوا هنا الدولاب برضو.
بصوا دي الحاجات بقى اللي انا بقول لكم انا حطها فوق. دي كفرات المراتب انا شايلاها مش عارفه ليه، بس انا اتضايقت منها فشلتها، حطها في كيس كده وحطها فوق. ودي سجاده بتاعت الصاله ولعب من لعب البنات اللي هم الخروف ده ولا مش عارفه اسمه ايه، والسكوتر بتاعهم. وده الدولاب بتاع ايه بتاع البنات. الدولاب ده حوالي 100 و150 سنتي، متر ونص يعني. هو كان المفروض ان هو يبقى مثلا 2 متر، بس انا ايه عملته كده عشان يبقى فيه برضو مساحة. يعني هما بص عندهم المساحة دي حاطين فيها ايه اسفل المنظر ده، بس دي لعبهم تمام. فهم ايه حاطين بقى لعبهم هنا كده، اهي بقى الأوضة. بص الأوضة هي حلوة وجميلة على قدهم، محندقة كده وصغننة، بس ادعولي بقى ربنا يوسع عليا ويوسع عليكم ان شاء الله، واقدر ايه نقدر لهم حاجة كده اكبر بإذن الله. بصوا دي الدخلة اهي بتاعتها شايفينها، ودي هو عندي الصالة. انا عايزه اقول لكم الركنه دي يعني انا اللي مختاروها، انا اللي مختاره الستايل بتاعها. انا حتى هنا عملتها، انا اللي قصدي اعملها بدوران كده عشان يعني اللي هو لو هي كانت مثلا مربعه كانت هتبقى واخده ايه من هنا مثلا كده حته كده زياده، وبرده هنا كانت بتبقى واخده حته ايه زياده، فاهمني؟ فانا حسيت ان الدوران ده هيبقى عملي اكتر، الداخل او الخارج مش هتبقى يعني. هي بصوا مش مضيقه خالص الدخله بتاعه الصاله عندي. بصوا دخله الصاله عندي عامله ازاي، شايفين اهي دي كده دخله الصاله عندي كده وانا خارجه من الاوضه بتاعه الاطفال. بصوا دي المبخره اهي فوق، انا حاطه حاجه بسيطه او فين، انا حاطه فوق المبخره والبخور بتاعها جنبها. ودي حاجه كده كاس كده ازاز فيه الحاجات اللي طالعه دي، وده ده الباسكت بتاع المشابك الغسيل. الفواحه اهي معلقاها فوق تمام. بصوا ادي الحيطه بتاعت الشيشه، الحيطه يا جماعه مش متوسخه والله، ده بياض اسمه بياض قطيفه اكيد عارفينه طبعا كلكم. بصوا شايفيها فيها لمعه كده، انا عامله اللي هو النص لمعه مش لمعه كامله، في بيبقى لمعته يعني اجمد من كده شويه. بصوا عايزه اقول لكم ده سلك الدش. انا كنت سلك الدش ده انا كنت اصلا يعني هو المفروض ان هو عندي تحت الارض، يعني هو في السيراميك تحت الارض. بس جيت من فتره من حوالي شهر كده شهر كده كان قبل العيد على طول، في حاجه فصلت في الدش، وجبنا الراجل وقال ان هو تقريبا في مشكله تحت السيراميك. يعني انا عامله السلك تحت السيراميك، فقال ان في مشكله فاحنا لازم هندخله من جوه. فدي حاجه بجد تعبه نفسيتي جدا بجد والله، حاجه مضايقاني قوي، شكله ده اصلا مضايقني جدا. عايزه اقول لكم بص الحاجات اللي في الحيطه من فوق دي، الحاجات دي مكان الدبل فيس. انا كنت في رمضان معلقه كده اللي هو حبل النور الستاره بتاعه النور، وعملته بالدبل فيس القديم. انا دلوقتي جايبه الدبل فيس اللي هو الشفاف ده، كان الدبل فيس القديم، فعامل انا شلته يعني الدبل فيس انا شايلاه، بس عامل بقى ايه زي ما انتم شايفين كده. لو حد يقدر يقول لي اقدر اطلعه ازاي يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي اطلعه ازاي. انا حاولت اعمله بالسكينه، حاولت اعمله بفوطه كده مبلوله ميه سخنه، بس ما رضيش يطلع معايا. فيا ريت لو حد يعرف يقول لي اطلعه ازاي يا ريت يقول لي اطلعه. بصوا عايزه اقول لكم السيراميك ده كنت عاملاه لان انا كان عندي الانتري بتاعي كان بني في بيش كده تمام. فانا كنت عامله السيراميك ده كان لايق عليه قوي. ولما جيت بنيت الحته اللي انا قلت لكم عليها دي بتاعه الاوضه، طبعا غيرت الالوان بتاعه الصاله كلها عندي. انا كان عندي الصاله كلها كانت بني في بيج، الانتريو ستاير والسجاده، فغيرت طبعا كله. جينا هنا ما شلناش، يعني احنا من اول هناك كده لغايه مثلا هنا كده ما شلناش السيراميك،
حتى بصوا هتلاحظوا احنا بعد ما جبنا السيراميك لقينا فرق. بصوا شايفين السيراميكا دي من ده يعني لقينا شفنا الاختلاف ده بعد ما تركب اصلا. هو ساعتها الراجل قال يعني ما تشيلوش، حرام انتوا ممكن تنزلوا تجيبوا ايه زيه بدل ما يتشال كله. وللاسف يعني دي كانت حركه ايه غبيه مننا ان احنا عملنا حاجه زي كده. فهو اتعمل للاسف الـ يعني الالوان مش متظبطه عندي. فانا بصراحه سايبه كل حاجه كده زي ما هي لغايه ما ربنا ايه يكرمني ان شاء الله واعدل بقى في شقه كبيره شويه عندي، واقدر اعمل بقى الحاجات اللي انا ايه عايزاها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب ما اكونش طولته عليكم. انا حبيت اشارككم البيت اللي انا بصور لكم فيه. طبعا الحاجات دي في التصوير ما بتبانش قوي زي ما تتصور كده. فلو لسه بقى ما اشتركتيش في القناة اشتركي معايا في القناة وفعلي زر الجرس واعملي لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.